أصدقائي، معكم بابا سنفور من قرية السنافر. أتيت لكم اليوم بقصة جديدة، نعم، وهذه قصة جديدة فيها عبرة مفيدة، نعم، نعم، نعم. ولا تنسوا أن تضغطوا على هذا الفيديو لايك لبابا سنفور، وأن تشتركوا في قناتي سي دي آ سعادة. الآن سوف أبدو لكم بهذه القصة الجديدة التي فيها عبرة ومفيدة، نعم. كان يا مكان في قديم الزمان، ماذا كان هناك؟ كان هناك دكتور فهمان ومساعدته سوسو مساعدة دكتور فهمان. ودكتور فهمان يا أخي، دكتور فهمان لم يكن لديه الكثير من المرضى، مع أنه دكتور فهمان، ولم يكن له كثير من الزبائن يعني. ففكر دكتور فهمان في فكرة ذكية. ماذا فعل دكتور فهمان؟ وضع لوحا على بابه وقال المريض بعشرين قطعة نقدية، وإذا لم يشفى يعود إلي وسوف أعطيه ما أعطاني 40 قطعة نقدية، الضعف يعني، فهمتم علي؟ فكان هناك رجل محتال اسمه كعبول، رأى هذا الإعلان عند الدكتور فهمان وقال كعبول هذا الإعلان جيد جدا، أن دكتور فهمان رجل غبي، كيف يقول بأن إذا لم يشفى سوف يعطيه ضعف المبلغ الذي دفعه؟ قال سوف أنا أتظاهر في المرض وسوف أذهب إلى دكتور فهمان وأقول له بأني مريض وسوف أعطيه 20 قطعة نقدية، وعندما يقول لي بأني سوف أشفى سأتظاهر بأني لم أشفى وسوف أخذ 40 قطعة نقدية، نعم. وحضر نفسه المحتال كعبول وذهب إلى دكتور فهمان وقال له يا دكتور فهمان، أنا كثير تعبان ولساني لا يتذوق الطعام، ماذا أفعل يا دكتور فهمان؟ فقال له دكتور كعبول لا تقلق، عفوا دكتور فهمان للمحتال كعبول، لا تقلق يا كعبول، سوف أجد لك الحل، أجلس هنا. فقال له افتح فمك يا كعبول، فنظر إلى فمه وقال لمساعدته سوسو يا سوسو أحضر لي العلبة الذي فيها الدواء 22. فسوسو أتت مسرعة وأحضرت هذا الدواء لدكتور فهمان، وقال دكتور فهمان لكعبول يا كعبول افتح فمك، فتح كعبول فمه وقال، ودكتور فهمان لم يقل، فعل، مسك الملعقة وأخذ قليلا من هذا العلبة الذي فيها دواء ووضع على فم المحتال كعبول، فصرخ كعبول وقال يا دكتور ما هذا الدواء المر الذي أضعته في فمي؟ فقال له الدكتور فهمان مبروك عليك، لقد شفيت يا كعبول، ها قد عاد فمك للتذوق وأنت تذوق الطعام وعرفت بأنه مر. فحزن كثيرا كعبول وقال لقد كشفت على حقيقتي، لقد خسرت 20 قطعة نقدية، ماذا أفعل الآن؟ فخرج كعبول وهو حزين وقال سوف أجد حلا، علي أن أجد حلا وأعيد أموالي، نعم علي أن أعيد أموالي، نعم. فذهب كعبول وجمع 20 قطعة نقدية أخرى وعاد إلى دكتور فهمان وقال له دكتور فهمان أنا مريض جدا. فقال له دكتور فهمان ماذا هو مرضك يا كعبول؟ ماذا هو مرضك هذه المرة؟ فقال كعبول يا دكتور فهمان أنا أنسى كثيرا منذ ذاك اليوم الذي خرجت به من عندك ولا أجد دواء لهذا المرض، فأنا ماذا أفعل في دقيقة؟ أنساه بعد دقيقة، ساعدني يا دكتور فهمان أرجوك، أريد أن أشفى. فقال له لا تقلق يا كعبول، هناك دواء لكل داء، نعم اجلس هنا وسوف أجد لك الحل.
فجلس كعبور على المقعد ونادى، ودكتور فهمان نادى سوسو وقال لها: يا سوسو احضري لنا برطمان 22، علبة 22 نفس الدواء. فقفز هكذا المحتال كعبور وقال: لا ذاك الدواء المر، لا أريده لا أريده. فقال له الدكتور فهمان: مبروك عليك، لقد شفيت، ها قد تسكرت البرطمان المر وقد عادت لك سكرتك، مبروك عليك يا كعبول. وكعبول خسر 40 قطعة نقدية، حرامات عليك يا كعبول، رحت كعبلة والله. عجبتكم هذه القصة يا حبيبي؟ أنا على فكرة أنا كاتبها هنا، يعني كاتبها ولكن لم أقرأها، أنا حافظها فينا في مخي. نعم كتبتها هذه المرة، كتبتها نعم. ولهذا انتهت هذه القصة، وأرجو أن تكونوا استمتعتم بها. وكعبول خسر 40 قطعة نقدية، والدكتور فهمان وعرف وعرفان. وهكذا يا حبيبين، إلى اللقاء في حلقة أخرى، وأرجو أن تكونوا استمتعتم، وأرجو أن تكونوا استمتعتم. لكي تستمتعتم، إذا استمتعتم فاستمتعتم، وإذا لم تستمتعتم فسوف تستمتعون في حلقة أخرى إن شاء الله. وهكذا سلامات يا حلوين، إلى حلقة أخرى من قصص بابا سنفور، وإلى اللقاء. كأس نسكافيه هنا، نسكافيه وكوكولا، هذه كوكولا ليس وقتها، لا كأس نسكافيه.